سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة من طيب تاسقت لي. ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بوصفة المايونيز بطريقة سهلة وبسيطة ونتيجة اكثر من رائعة. باش تنشي فيها حبيبتي ما عليك غير تبعي الفيديو من الاول لاخر، واذا عجبك ما تنسيش ديري لي جيم وتخلي لي تعليق محفز وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. اذا نبداو في المقادير. نحتاج الى مغرف كبير خل، زوج بيضات مجمولين، كاس زيت، وكميه من الفرماج الطري حوالي 3 حبات. نجيبو الطاس نحطو فيه البيض اللي هو 2 حبات، نضيفو الفرماج الطري بهذه الطريقه عزيزتي، طريقه سهله وبسيطه ونتيجه اكثر من رائعه. نضيفوا الملح والفلفل الاسود، رشه ملح ما تكثريش لانه درنا الفرماج، ورشه فلفل اسود بهذه الطريقه. ضيفي الخل اللي هي مغرف كبيره، وضيفي الكاس تاع الزيت مباشره، ضيفيه كامل. لهنا بالنسبه الاداه اللي راح نستعملها هي البرا ميكسر. باش تنشحي فيه ما عليك غير تستعملي البرا باش تحصلي على نتيجه رائعه. واذا راح تستعملي الباتر ما تضيفيش الزيت دفعه واحده، تضيفي غير بشويه وتخلطي، تضيفي بشويه وتخلطي حتى تكملي الكاس. بصح باش تحصلي على نتيجه رائعه ما عليك غير تستعملي البرا ميكسر، يجي كيما اللي يتباع وممكن احسن منه. تخلطي حتى يضاعف الحجم تاعو ويثقال بهذه الطريقه. وهاي المايونيز تاعنا حاضره وواجده، نتيجة أكثر من رائعة، وصفة سهلة سريعة وفي متناول الجميع. نتمنى تجربوها وتنجحوا فيها. ما تنساوش تخليوا لي رأيكم في التعليقات حبيباتي. بهذه الطريقة تفرغيها وهي وصفتنا جاهزة حبيباتي. ما بقى لي غير نقولكم إلى وصفة أخرى بحول الله. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع ألف سلامة.